مساء الخير، تواصل معنا من مدينة فاس التلميذ زكريا القوط، وتقسم على حبه لكتاب للروائي المغربي جمال بوطيب. يمكن لكم حتى انتم تواصلوا معنا وترسلوا لنا فيديوهات تقاسموا معنا من خلالها الكتب اللي قريتوا ونالت الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تاخذوا الاحتياطات اللازمه، ديروا الكمامه تاعكم باش تحميوا راسكم وتحميوا المحيط ديالكم. سأشارككم اليوم احداث كتاب قراته سابقا بعنوان حور تشرب الشاي مع القمر، وهو كتاب حائز على جائزه المغرب للكتاب في صنف آداب الطفل للأديب والكاتب المغربي جمال بوطيب، الذي يسرد قصة الفتاة حورن الراغبة في الحصول على صداقة القمر، والتي تريد أن تثبت لوالدها حاد الطباع أن ذكاء الشخص لا يقاس بحل عملية أو سواها. وبفضل محاولاتها المتكررة وجهود كل من أمها وجدتها استطاعت إقناعه بذلك، حيث قامت بالبحث في العديد من المصادر كي تتعرف على القمر بشكل أفضل، فهي تدرك أن طريق البحث والمعرفة يؤدي إلى النجاح، وقد اعتمدت القراءة كمرجع أساسي كونها قد ساهمت بشكل فعال في تنمية مكتسباتها الخاصة، واستمرت في دراسة العديد من المواضيع الهامة عن القمر وجمع المعلومات القيمة، ومن خلال ما أحصته استعدت لطلب صداقته، فظلت تترقب القمر كل ليلة إلى أن صار بدرا، مما جعلها تبادر بالتحدث إليه خلال دعوة الشاي، إلا أن الصمت ظل مسيطرا على الموقف، لكنه في ذات الآن شكل إجابة واضحة لها، فقد أحست حور بطريقة أو بأخرى أنه قبل بعرضها، وارتسمت ملامح السعادة والسرور على وجهها، وأحست أنها حققت هدفها الذي تسعى إليه، مستفيدة مما تعلمته كتجربة جديدة ومميزة بالنسبة إليها. لذلك أدعوكم لقراءة هذا الكتاب نظرا لاحتوائه على مجموعة من القيم التربوية والأخلاقية والإنسانية. وفي الختام أود القول أن القراءة هي علاج ضد الجهل، ونور يضيء ظلمات الخوف، ويفتح أمام القارئ آفاق التعلم والارتقاء بمستواه الفكري إلى عالم الخيال والإبداع.